يأتي هذا في الوقت الذي تتواصل فيه عملية تدفق المساعدات والمواد الإغاثية عبر معبر رفح للتوجه إلى قطاع غزة، حيث تم دخول نحو 250 شاحنة محملة بالمواد الغذائية والمياه والأدوية وسبع شاحنات وقود، كما تواصل دخول العالقين من الفلسطينيين الذين كانوا موجودين بشمال سيناء. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا مراسل التلفزيون المصري حمادة العربي. حمادة، بعد التحية، أطلعنا على تطورات لديك بشأن توصل المساعدات إلى الأشقاء الفلسطينيين عبر معبر رفح. بعد التحية، يمكن ما زالت المساعدات تأتي إلى مدينة العريش، وهناك استقبال لكل هذه المساعدات من الجانب المصري وتدشين تلك القوافل التي يعني تأتي عبر مطار العريش الدولي وعبر أنفاق تحيا مصر، التي تأتي بعدد كبير من القوافل التي تتم من خلال هذه الفترة، والتأكيد على ذهابها إلى معبر رفح. شهدنا اليوم دخول ما يقرب من 250 شاحنة إلى المعبر، تلك الشاحنات التي دخلت منذ السادسة صباحا واستمر دخولها حتى قبل الساعة 1:30 ظهرا. تم إجراء عدد كبير من الإجراءات المتبعة عليها، سواء من الكشف على محتويات تلك الشاحنات أو إيصالها إلى المنطقة الوسطى. يمكن هناك عدد كبير من هذه الشاحنات أفرغ حمولته في المنطقة الوسطى المحايدة وخرج من معبر رفح منذ قليل ويتوالى خروج هذه الشاحنات. ما رصدناه أيضا مرنا دخول عدد سبع شاحنات محملة بالوقود. هذه الشاحنات منها ثلاثة محملة بالسولار وأربع شاحنات أخرى محملة بالغاز المستخدم في الطهي، والذي يمكن سوف يستخدم في إنتاج الخبز وضخه إلى المخابز، بالإضافة طبعا إلى بعض من كميات السولار وتموين أيضا السيارات التابعة للأونروا والسيارات التابعة لنقل المساعدات من الجانب المصري إلى الجانب الفلسطيني. ما وردنا أيضا من أنباء هو تسيير قافلة اليوم من جنوب قطاع غزة ووصولا إلى شمال القطاع. تحوي هذه القافلة على عدد من الشاحنات محملة بالأدوية، محملة بالمواد الغذائية، ومحملة أيضا بالمستلزمات المعيشية التي يحتاجها أهالي قطاع غزة في الشمال. أيضا سيارات الإسعاف كان لها دور كبير اليوم، حيث دخلت عدة سيارات إسعاف إلى معبر رفح وتم نقل عدد من المصابين، حوالي 9 حالات إصابة تم دخولها اليوم إلى مستشفيات العريش والشيخ زويد وبئر العبد. أيضا يعني مطار العريش استقبل عدد من الطائرات، وهناك حالة من الحراك المستمر داخل مدينة العريش لتزويد تلك الشاحنات بصورة مستمرة بالمساعدات اللازمة لإدخالها إلى الجانب الفلسطيني. يمكن اليوم هو يوم فاصل، وهو سادس أيام الهدنة التي يمكن سوف يتم مساء اليوم إذا ما كانت هناك تمديد لهذه الهدنة من عدمه، والتأكيد أيضا على الوساطة المصرية القوية ما بين مصر وقطر والولايات المتحدة، إضافة طبعا إلى الجانب الفلسطيني والجانب الإسرائيلي. توقعات بأن من الممكن أن يتم مد الهدنة اليوم أو يومين، لكن حتى هذه اللحظات السلطات المصرية تبذل أقصى جهدها لإدخال أكبر كم من المساعدات. على مدار الأيام الماضية قبل الهدنة كانت المساعدات شحيحة في عملية الدخول، أقصى أرقام وصلنا إليها ما يقرب من 100 شاحنة. اليوم ومع بداية الهدنة نتحدث عن 200 شاحنة بصورة يومية، وفي آخر عدة أيام اليومين الماضيين واليوم السلطات المصرية تدخل ما يقرب من 250 شاحنة يوميا للضغط على الجانب الإسرائيلي لسرعة تفتيش تلك الشاحنات ولسرعة ضخها مرة أخرى إلى الجانب الفلسطيني وتحميلها على شاحنات فلسطينية. هناك نقطة معينة تسري داخل قطاع غزة، وهي شح في الأدوية وشح في المواد الغذائية واحتياجات خاصة الأطفال والمستشفيات للأسرة والأدوية. كان هناك نداء من وزارة الصحة الفلسطينية ظهر منذ قليل عن ضرورة أن يكون هناك مستشفيات ميدانية في قطاع غزة. يمكن كان هناك معدات دخلت بالفعل طوال الأيام الماضية ورصدناها إليكم، سواء من دولة الكويت أو من الإمارات العربية المتحدة وقطر، لكن تلك المساعدات والمعدات هي موجودة، جزء منها في الداخل. لم يتم حتى الآن تجهيز أي مستشفيات ميدانية
من الدول العربية داخل قطاع غزة. لذلك النداء يتواصل بصورة مستمرة، لأن نقص الأدوية ونقص التطعيمات ونقص الغذاء يهدد بكارثة لأهالي القطاع سواء في الشمال أو حتى في جنوب القطاع. لذلك كان لابد من استمرار هذا النداء وننقله عبر شاشتنا إلى كل أنحاء العالم بضرورة الضغط المستمر سواء من خلال الوساطة المصرية القطرية أو من خلال المظاهرات التي تجوب أحيانا أغلب دول العالم لإنشاء مستشفيات ميدانية بصورة عاجلة في قطاع غزة يعني تلبية استغاثة وزارة الصحة الفلسطينية وأيضا إنقاذ ما يمكن إنقاذه من أرواح، حيث أننا وصلنا إلى ما يقرب من 36 ألف مصاب قبل الهدنة. لذلك هناك عدم قدرة للتحمل للقطاع الصحي في غزة بشكل كارثي للغاية، ناهيك طبعا عن نقص المياه الصالحة للشرب وهو ما ينذر بكوارث أيضا كثيرة. نعم حمادة العربي، كنت معنا مراسل التلفزيون المصري، شكرا جزيلا لك على هذا الشرح الوافي.